الحقيقة أعمال كتيرة وجميلة. كلمني يا أستاذ نادر عن الأستاذ عماد الإنسان قبل الفنان. بابا هو إنسان جميل زي ما الناس فعلا بتشوفه كده، مش بيمثل. بابا أقرب في شخصيته الأم العروسة، زي الناس ما بتشوف أم العروسة ومدام تحية كاريوكا، عشان كنا نعرفها عن قرب. هي ما كانتش بتمثل، هي مدام تحية كده. فهو كان أقرب للأب المصري، يعني أي حد يشوفه يقول لك ده أبويا، ده عمي، ده اسمه حسين في الفيلم. حسين. فأنا كنت دايما يعني أروح مع بابا وبتاع، فيقول لي أنا اتعلمت التمثيل قبل ما يبقى ممثل. يقول لي كنت أروح السينما الأفلام الأمريكاني بقى في قمة السينما الأمريكية في الأربعينات والخمسينات. يقول لي كنت بتعلم أشوف الممثلين بيمثلوا إزاي. فيقول لي أغلب الممثلين اللي كانوا بيمثلوا في ذلك الوقت أغلبهم ممثلين مصر، فبيغلب عليهم غصبا عنهم التمثيل المسرحي، ففيهم أوفر سينما صغير. قال لي التمثيل السينما مش عايز الانفعالي المتصاعد المتتالي زي المسرح أو البتاع. فيقول لي أنا اتعلمت التمثيل من الأمريكان، وده كان من أسباب نجاحي. ويقول لي أنا إنسان محظوظ. قلت له إزاي يا بابا؟ قال لي إزاي ما تنجحش وأنت عندك صلاح أبو سيف، كمال الشيخ، نيازي مصطفى، بركات، عز الدين ذو الفقار، وما تنجحش؟ فاتن حمامه، شاديه، هند رستم، مديحه يسري. يقول لي كل دول وعايز تبقى ممثل ما تنجحش، يبقى انت ما تنفعش ممثل.